صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل القرض هو السلف؟ نعم، هل القرض هو السلف؟ من حيث العوام نعم القرض هو السلف، لكن من حيث الشرع القرض هو أن تعطي مالا لمن ينتفع به ويرد بدله، وأما السلف فهو السلم اللي يسمى السلم، اللي تدفع المال لإنسان على أن يؤمن لك عند حلول الأجل، يؤمن لك السلع التي تريدها بمواصفاتها، هذا هو السلف في لغة الشرع الذي هو السلم. نعم.